نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا له الأشواق. أولا أتقدم الشكر والتقدير لأكاديمية الدارين لتحت الفرصة لتقديم هذه الدورة وجميع الدورات الأخرى. كذلك أشكر كل الفرق المتطوعة وفريق الدعم وفريق الإخراج وفريق الدعاية على مجهوداتهم الجبارة في هذا المجال، وأحييهم جميعا تحية طيبة مباركة. وأحيي المشاركين الكرام في هذه الدورة وأشكرهم على تلبية الدعوة، وأسعدني أن أقدم لكم دورة تصميم الحقائب التدريبية. عفوا اسمحوا لي قبل أن أبدأ بذكر بعض النقاط المهمة، أحب أن أذكر بعض الأمور التي أدت في استفادة من الوقت وأدت إلى طول الدورة أكثر من اللازم، وأدت عدم تمكني من توصيل أهداف الدورة. فأرجو منكم يعني أن تضعوا هذه الأمور موضع اهتمام. أول شيء بالنسبة لمشاركة الشاشة والشرح مباشرة على البرنامج، فهذا يتعذر علي كثيرا بسبب مشاكل في الاتصال، وإن شاء الله سيتحسن الاتصال في البلاد الأيام المقبلة وأستمكن من مشاركة الشاشة، لأن الاقتراحات في الشات تشوش على الكثيرين وتشوش علي في توصيل المعلومة، فالكل يطلب المشاركة الشاشة وهذا يتعذر علي. ثاني شيء بالنسبة لبعض المشاكل الفنية، بعض منكم تكون اللغة باللغة الإنجليزية أو لديه مشكلة في جهاز، فأرجو يعني معالجة هذه المشاكل قبل الالتحاق بالدورة، لأني سأضطر أحيانا إلى مشاكل وتطول الدورة أكثر من اللازم وهذا يؤثر على باقي المشاركين. بالنسبة لشيء آخر وآخر شيء إن شاء الله، إن هذه الدورة تعتبر يعني مستوى تاني، فلابد أن يكون المشاركين لديهم إلمام على الأقل 50-70% هيك حتى يستطيعوا يعني استفادة من الدورة هذه. إن شاء الله يعني أكون وصلت لكم المعلومة واستقبلوها بصدر رحب. هذه دورة تصميم حقائب تدريبية أو نقول عروض تقديمية. هذه طبعا العروض التقديمية لا يخفى عليكم أنها تساعدنا كثيرا في تقديم حقائب تدريبية توصل المعلومات ونستفيد منها كثيرا في تدريب في التعليم، وكثير من الشرائح الأخرى تستفيد منها زي رجال أعمال مثلا أو مسوقين لتسويق بضائع، ويستفيد منها أيضا حملة الماجستير والدكتوراه في تقديم رسائل التخرج. نحن الآن نستهدف بها تقريبا المدربين. نتشرف ب هل لا زال الصوت واضح؟ طيب يا ريت المشاركين يعرفونا بأنفسهم. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ سارة. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك حنان من الجزائر. أهلا بك مهندسة نجاة. أهلا بك أستاذ محمود، شرفتونا في هذه الدورة، أرجو أن أتمكن من إيصال كل أهداف الدورة استفيدوا منها إن شاء الله. أهلا بك نجاة من المغرب.
أهلا بك أستاذة منى. زي ما أنتم شايفين متطلبات الدورة إلمام بسيط بأساسيات التصميم. مثل ما تروا في هذه الشريحة، هذه هي أهداف دورتنا إن شاء الله. أنا سألت إذا كنتوا يعني أول مرة تحضروا، فما حدش رد علي، فظنيت أنكم جداد. هذا جزء هو عبارة عن 14 شريحة. فاللي مش ما حضرش المرة اللي فاتت يستفيد بسرعة، نمر عليه مرور. يعني هو تقريبا 14 شريحة هذه، ولأن تأخرنا في عرض الدورة حبيت نمر عليه الجزء الأول. مين اللي حضر أول مرة لو سمحتم؟ لو العدد كبير حنعيد إن شاء الله. طيب، هذه هي أهداف الدورة. سنتعرف على كيفية إدراج ارتباط الشعبي، كيفية إدراج الصوت، وستعرف على الشريحة الرئيسية وكيفية تحويل إلى فيديو. نبدأ في أهداف الدورة. طبعا أنتم ستطبقوا كل أي شرح أقوم بشرحه ستقوم بالتطبيق مباشرة حتى يثبت أكثر. فالكل أكيد فتح برنامج الباوربوينت. نقوم بتصميم 4-5 شرائح فقط، وكل شريحة نقوم بتطبيق فيها هدف من أهداف الدورة. سنقوم بإدراج شريحة نضع فيها ثلاثة إدراج فيها ثلاثة مستطيلات حتى بدون تنسيق، فقط لتعرف كيفية إدراج الارتباطات الشعوبية. سنقوم بإدراج أول شريحة ونضع بها ثلاثة مستطيلات، الوحدة الأولى والثانية والثالثة. ثم سنتعلم عن طريق هذه الشرائح كيف نحقق أهداف الدورة. أهلا بك أستاذ أحمد. طيب، يا ريت الكل يقوم بإدراج الشريحة وتنفيذ هذه الأوامر، بحيث عندما نضغط على المربع الأول أو المستطيل الأول يأخذنا لشريحة تكون فيها أهداف الحقيبة الوحدة الأولى، وعندما نضغط على المستطيل الثاني اللي هي الوحدة الثانية تأخذنا للشريحة اللي فيها أهداف الوحدة الثانية، وبنسبة الوحدة الثالثة كذلك. هذا الإجراء عن طريق إدراج ارتباط التشعبي. نستطيع التنقل بين الشرائح عن طريق أي هدف من الأهداف، نستطيع الوصول إلى الشريحة المرغوبة. يعني نأخذ 3 دقائق إن شاء الله لإدراج الشريحة وإدراج الأشكال هذه عن طريق علامة تبويب إدراج، ثم نختار أشكال، ومن أشكال نختار مستطيل أو مربع. حتى بدون تنسيق الآن، مجرد نكتب على المربع الأول الوحدة الأولى، والمربع الثاني الوحدة الثانية، مربع الثالث الوحدة الثالثة. بالنسبة لأهداف الوحدة الأولى لدينا ستكونون بعد إدراج الشريحة والمستطيلات، ستنتظرون قليلا حتى نقوم بشرح الشرائح الرئيسية، ثم نعود لشريحتنا. سنتعلم في هذه الوحدة أين توجد الشريحة الرئيسية، ما هي الشريحة الرئيسية، كيف نس منها، وكيف ندرج أكثر من شريحة رئيسية، وكيف نقوم بتنسيق الشريحة الرئيسية. من علامة تبويب عرض كما هو واضح لدينا هنا، السهم يشير إلى علامة تبويب عرض. عندما تفتح علامة تبويب سنختار من مجموعة الطرق العرض الرئيسية، سنختار الشريحة الرئيسية، فتظهر لدينا هذا الشرائح بهذا الشكل.
ستظهر شريحة الكبرى في الأعلى ومعها 11 شريحة صغيرة. الشريحة الكبيرة هذه هي تسمى الشريحة الرئيسية. أي شيء نقوم بتصميمه في الشريحة الرئيسية سينفذ على جميع الشرائح، بعكس الشرائح الأخرى الصغيرة. عندما نطبق عليها أي شيء سيطبق على نوع معين من التخطيطات فقط، لكن عندما نطبق نقوم بتصميم شريحة العلوية الرئيسية، أي شيء نضع في الشريحة الرئيسية يطبق في جميع الشرائح، سنستطيع إدراج أكثر من تنسيق شريحة معين. يعني في شرائح رئيسية الافتراضية هي واحدة فقط، لكن نحن نستطيع إدراج أكثر من نوع وأكثر من تصميم. إذا كان لدينا عرض تقديمي آخر، أي عرض تقديمي، أي حقيبة تدريبية، نستطيع نسخ شريحة رئيسية منها ولصقها في العرض التقديمي الذي نريد تصميمه. إذا كان أنا عجبتني أي شريحة موجودة في أي عرض، أستطيع عن طريق ذهاب إلى علامة ثم الشريحة الرئيسية، ثم أقوم بنسخ الشريحة اللي يعني أقوم التي يعني عجبتني. مش عارفة كيف أقولها لكم يعني. طيب سنقوم بفتح عرض إن شاء الله. أي عرض تقديمي في جهاز تكون حقيبة يعني جاهزة بها أي شريحة رئيسية، سنقوم بنسخها ثم لصقها في عرضنا هذا الذي سنقوم بتصميمه. هل تستطيع التطبيق؟ طيب لو سمحتوا ستقومون بنسخ شريحة رئيسية من أي تطبيق آخر ولصقها في العرض التقديمي لديكم، عشان أن تطبيق هذه الأوامر حتى تتجه للشريحة اللي بعدها. سنقوم الآن بتنسيق شريحتنا الرئيسية. سنتجه إلى الشريحة الرئيسية وهي أكيد لازالت مفتوحة أمامكم. الشريحة الرئيسية، أي تنسيق، أي ألوان، أي خطوط نقوم بوضعها في الشريحة الرئيسية ستظهر لدينا في جميع الشرائح، حيث توفر علينا الوقت والجهد، يعني بدون أن نضطر إلى تغيير الخط في كل مرة، بدون أن نضطر تغيير لون الخط أو خلفية الشريحة. فنصمم الشريحة الرئيسية وتطبق على جميع الشرائح. سنتجه إلى الضغط على النسق كما موجود في الشريحة. عندما نضغط على النسق ستظهر لدينا هذا المربع الذي أمامكم. سيظهر هذا المربع، سنختار نسخ شريحة أو لون المرغوب، ولدينا بجانب النسق معرض الألوان. عندما نضغط بالسهم على بجانب ألوان ستظهر لدينا المربع الذي فيه معرض الألوان، سنختار أحد هذه معارض الألوان الموجودة أمامكم. كل ما قمنا بتغيير أي مجموعة من الألوان ستغير لدينا شكل الشريحة تماما، وتستطيع التجربة واختيار أي نمط يكون مرغوب لديكم أو يعجبكم تصميمه. الألوان دائما نفس الخط، نفس لون الخط، نفس نمط الخط وحجمه. نضغط على السهم بجانب الخطوط ونختار أحد أنماط الخطوط التي تظهر في المربع الحوار الذي يظهر. أو نستطيع تغيير لخطوط أخرى، أشكال أخرى. نضغط في أسفل مربع الحوار نجد خطوط نسق جديدة، نضغط عليها يظهر لدينا مربع الحوار الثاني. بالنسبة للمربعات
العلوية، الخانات العلوية هي لخطوط اللاتينية، والخانات السفلى للخطوط العربية. سنختار الخطوط المرغوبة التي نريدها أن تظهر في شرائحنا، ثم نضغط موافق ونقفل النافذة. هي تغيير نمط الخلفية أو خلفية الخلفية. بالنسبة لأنماط الخلفية، نضغط على السهم بجانب أنماط، يظهر لدينا هذا مربع الحوار هذا. ومثل ما نرى هذه الألوان تكون حسب النطق الذي قمنا باختياره. هذه أنماط هي ليست دائمة، ولكن حسب النطق الذي قمنا باختياره. وتستطيع عندما تقومون بتغيير النطق تتغير تلقائيا الأنماط التي تظهر. إذا لم يعجبنا هذه الأنماط، نستطيع تصميم نمط معين حسب تصميمنا وحسب رغبتنا. في الأسفل توجد تنسيق الخلفية نفس مربع الحوار هذا، كما ترون في الأسفل يوجد تنسيق الخلفية. أقوم بالضغط على تنسيق الخلفية، يظهر لدينا مربع حوار آخر وفيه عدة خيارات. هذه آخر شريحة وسنغير الحقيبة الأخرى. يظهر لديكم مربع حوار بعد الضغط على تنسيق الخلفية. ستجدون أن هناك عدة خيارات. عندما نضغط على خيار التعبئة على اليمين، ستظهر لدينا إما تعبئة خالصة أو تعبئة متدرجة. اختار التعبئة الخالصة، هي مثل ما تظهر في هنا في الأنماط. التعبئة المتدرجة تستطيع التحكم فيها عن طريق هذا الأسهم. بالأسهم يوجد سهم نستطيع التحكم في التدرج. لذلك نستطيع تغيير اللون تماما. في الأسفل توجد خانة في اللون جنبها سهم، نضغط عليها تظهرنا جميع ألوان. نختار أحد الألوان ثم نختار شكل التدرج المراد عن طريق التحكم في الأسهم، وعن طريق التحكم في سهم السطوع اللون. تستطيع التطبيق والتجربة. أستاذة نجاة، معلش في بداية الدورة قمت في شرح هذا الأمر، لماذا لا نستطيع تطبيق مباشر؟ وهذا الحوار هذا عشان يعني هو يشوش علي ويشوش على المشاركين، أني لا أستطيع يعني مشاركة الشاشة الآن، ممكن في الدورات القادمة، بس الآن الاتصال عندي لا يسمح. بالنسبة لملفات الأساسيات، أنا قمت بإعطائها لإدارة الأكاديمية وأقوم بتوزيعها، لكن هذه الحقيبة هذه أنا أسفة لا أقوم بتوزيعها. هذه الحقيبة ممكن تجدوها في اليوتيوب، بس العرض وتصميم الحقيبة أسفة. الآن سنقوم بتصميم خلفية للشريحة حسب رغبتنا. زي ما قلنا بالنسبة للتعبئة المتدرجة، قمنا بتطبيقها. التعبئة المتدرجة تستطيع التحكم فيها عن طريق اتجاه التدرج وشكل التدرج، إذا كان يغلب عليه لون أو لون شفاف أو اللون الذي قمنا باختياره. نفس الشيء السطوع، نستطيع التحكم في السطوع. نستطيع أيضا تغيير الخلفية تماما بوضع صورة مثلا. عند الضغط على تعبئة الصورة بالأعلى سيظهر لدينا خانة ملف. عند الضغط على ملف من الجهاز نستطيع اختيار أي صورة من الجهاز لتكون خلفية للشريحة. هل الكل قام بالتطبيق؟ هل ظهرت لديكم قمت بتغيير الشريحة ولون الشريحة؟
الآن هنا قمنا بعمل خلفية صورة للشريحة، قمنا بتطبيقها عن طريق نفس الشريحة السابقة، نفس الأوضاع الموجودة في الشريحة السابقة. نستطيع تطبيق صورة على جميع الشرائح أو شريحة واحدة فقط. إذا أردنا تطبيق صورة واحدة على الشريحة نقوم بتطبيقها داخل تصميم عرض عادي، وإذا أردنا تطبيق الصورة على جميع الشرائح نقوم بتطبيقها على الشريحة الرئيسية. هل واضح كل الشرائح السابقة؟ عرفت الشرائح السابقة، عرفت بتنسيق شريحة رئيسية، وضع نسخ معين، كيف نقوم بتغيير الخلفية إذا أردنا ألوان أو ألوان متدرجة أو وضع صورة. الآن سنقوم بتعلم كيف نقوم بإدراج العلامة المائية. العلامة المائية عن الصورة قمنا بتغيير بعض خصائصها بحيث تصبح شفافة انتقال إلى الشريحة التي بعدها، هناك بطء. نستطيع إدراج علامة مائية كشعار إذا أردنا أن الشعار يكون في وضع هافت، نستطيع إدراج علامة مائية على كامل الشريحة أو في جزء معين من الشريحة. كما ترون هنا قمنا بتصميم شعار، بس شعار يعني واخذ صورة هافتة. هذه قمنا بتصميمها في داخل الشريحة الرئيسية. عندما نقوم بتصميمها في الشريحة الرئيسية يظهر على جميع الشرائح. كيف نقوم بتهديد اللون وتصحيح اللون؟ عندما نقوم بإدراج الصورة نقوم بإدراج الصورة في البداية. الكل يعرف كيفية إدراج الصورة. نذهب إلى الشريحة الرئيسية ثم ندرج فيها صورة، ثم نذهب إلى علامة تبويب تنسيق، ومن اللون نقوم بتغيير اللون، نضع بدون لون حيث تظهر الصورة هافتة. تحسن هو استعراض تكون الصورة مثل ما هي. نقوم بتهفيف اللون عندما تكون عادة تكون الصورة خلفية للشريحة. العلامة المائية فقوق، يعني بحيث تكون تظهر على جميع الشرائح، يقوم بها مثلا شعار معين أو اسم الشركة أو اسم المصمم أو أي شيء لحفظ الحقوق. هل الصوت لا زال واضح؟ طيب، في هذه الشريحة قمنا بإدراج صورة. صورة شريحة رئيسية. قمنا بتهفيف لونها بحيث أنها أصبحت باهتة ونستطيع الكتابة فوقها. عادة العلامة عندما تكون علامة صورة كعلامة مائية نستطيع الكتابة فوقها. هذه الصورة كانت هي مثل ترونها في الجهة اليسرى، كانت هيك بالشكل هذا وباللون هذا. عندما قمنا بإدراجها كخلفية للشريحة أصبحت بهذا الشكل. فتستطيعون الآن إدراج الصورة في الشريحة الرئيسية ثم تصميمها بحيث تأخذ شكل الشريحة من الجوانب، قمون بسحبها من الجوانب بحيث تأخذ مقاس الشريحة، ثم نذهب إلى تبويب تنسيق ونقوم بتهفيف اللون لأقصى حد بحيث نستطيع الكتابة فوقها. نستطيع إدراج علامة مائية كما قلنا في السابق
على جميع الشرائح أو على شريحة واحدة فقط. الآن هنا قمنا بوضع علامة مائية على شريحة واحدة فقط، ولكن لابد أن نعود إلى طريقة العرض عادي. لديكم الآن في الأوامر الجهة اليسرى علامة إغلاق، ستقومون بإغلاق شريحة رئيسية. الكل الآن لديه الشريحة الرئيسية مفتوحة، سنقوم بإغلاقها من الزر في الجهة اليسرى، الزر وضع عليه علامة حمراء إكس. سنقوم بإغلاق الشريحة الرئيسية حتى نذهب إلى عرض عادي اللي هو تصميم الشرائح. الآن هذه الصورة، هذه الشريحة فيها خلفية صورة. الصورة هي كانت في الأصل كما ترون هو في الأسفل هنا، هذه كان شكل الصورة الأصلية الأسفل، هذا اللون، هذه الصورة، هذه الصفرة كان شكل الصورة الأصلية. وعندما تم وضعها كعلامة مائية أصبحت هافتة جدا بحيث نستطيع الكتابة فوقها. واضح؟ نفس الشيء، إدارة الصورة ثم عمل تصحيحات على الصورة أو تغيير لونها. سنأتي الآن لكيفية إدراج الارتباط التشعبي. الارتباط التشعبي هو عبارة عن ربط الشرائح ببعضها. إذا كان لدينا مثلا كثير من الشرائح الرئيسية، آسفة، كثير من الشرائح في الحقيبة، والانتقال بينها، الارتباط التشعبي يسهل الانتقال بين الشرائح بحيث لا نضطر إلى حفظ كل الأهداف مثلا في كل شريحة حين توجد. أحيانا نضطر إلى تخطي الشرائح والعودة إلى الخلف أو الانتقال إلى الأمام. الارتباط التشعبي يستطيع توصيلنا إلى أي شريحة نريدها بدون أن نضطر إلى حفظ الشرائح وحفظ الأماكن المواضيع. واضح؟ في هذه الشريحة ترون هنا صورة الهوم. هذه الصورة عند الضغط عليها تقوم بأخذنا إلى الشريحة الأولى اللي هي الأهداف الرئيسية. كلما أردنا العودة إلى الأهداف الرئيسية نقوم بالضغط على هذه الصورة. نتعلم كيف يمكننا إدراج الارتباط التشعبي. إدراج الارتباط التشعبي مكان في هذا المستند. سنقوم بالعودة إلى الشريحة الرئيسية من علامة تبويب عرض، ثم طرق العرض الرئيسية، ثم نختار شريحة رئيسية. الشريحة العلوية الكبيرة سنقوم بإدراج صورة، أي صورة تعجبكم يكون فيها ما يدل على الهوم اللي هي أول شريحة فيها الأهداف الرئيسية. بالنسبة للصورة هذه ستقومون بإدراجها من قصاصة فنية. إذا ضغط على قصاصات فنية سيظهر على اليسار علامة تبويب القصاصة الفنية. سنكتب في البحث في الأعلى رجاء التطبيق خطوة خطوة. عندما نقوم بإدراج قصاصة فنية تظهر لدينا على الجانب الأيسر علامة تبويب قصاصة فنية، وفي الأعلى توجد هو مربع البحث. سنقوم بكتابة في المربع البحث كتابة كلمة منزل. ستظهر لدينا هذه الصورة، نضغط عليها فتدرج
لدينا في الشريحة. هل كل معي يطبق؟ الذي قام بالتطبيق يعطيني رقم يقول نعم، يكتب نعم. رجاء في التطبيق يقوم بكتابة نعم. الآن سننتقل إلى نفس المكان، هو علامة تبويب إدراج. مثل ما تظهر هنا في الصورة لدينا في الأعلى علامات التبويب، اختار علامة تبويب إدراج، ثم كما يشير السهم نختار ارتباط تشعبي. أسف، قبل أن نقوم بوضع ارتباط تشعبي لابد أن نضغط على الصورة، الصورة التي نريد وضع بها ارتباط تشعبي. بعد أن نضغط على الصورة نذهب إلى إدراج، ثم نختار مكان في هذا المستوى. تظهر لدينا جميع الشرائح التي لدينا. نختار الشريحة الأولى. عندما نختار شريحة تظهر في الجانب الأيسر الشريحة التي قمنا باختيارها، وهذا المكان الذي تظهر فيه الشريحة يسهل علينا تفحص الشرائح حتى نستطيع إدراج الارتباط التشعبي ومعرفة أي شريحة يذهب لها الارتباط. هل في أي سؤال؟ هل صوت واضح؟ طيب، هل هناك سؤال؟ الآن تعلمنا كيفية دراسة الارتباط التشعبي خلال الشرائح. الآن لديكم شريحة واحدة، لكن تستطيعون بهذا الشكل إدراج الارتباطات التشعبية حسب الشريحة المرغوبة. نقوم الآن بإدراج شريحة أخرى. نقوم بإغلاق الشريحة الرئيسية. الآن قمنا بوضع ارتباط تشعبي الشريحة الأولى اللي هي شريحة الأهداف لديكم. سنقوم بإغلاق الشريحة الرئيسية والعودة إلى التصميم العادي. ستقومون بإدراج شريحة أخرى. نتعلم فيها كيف نقوم بإدراج صوت، ثم نقوم بربط هذه الشريحة الشريحة التي قبلها بارتباط تشعب. معلش، هناك نقطة أخرى في هذه الشريحة نسيت هذا الأمر. تستطيع إدراج ارتباط تشعبي من خارج الحقيبة، يعني من خارج الشرائح، إذا كان لدينا أي عرض تقديمي آخر ونريد أخذ منه بعض الشرائح أو أخذ الحقيبة كلها. ننفذ نفس الخطوات ارتباط تشعبي. تظهر لدينا هذه النافذة الأولى مثلما تشير السهم رقم واحد. نختار ملف الجهاز هي الأعلى العلوية، الخانة العلوية. ثم رقم اثنين نقوم باختيار المجلد على اليسار في الأعلى. رقم اثنين نختار مجلد في اليسار على الأعلى في الأعلى. تفتح لنا هذه النافذة رقم ثلاثة. تقوم باختيار أي عرض تقديمي موجود لديكم. قوموا بالبحث عن أي عرض موجود. بعد أن نختار الحقيبة، فرضا نريد أن نختار منها شريحة واحدة. إذا كنا نريد شريحة واحدة فقط مثلا، نضغط على إشارة مرجعية، هو المربع الأول. هناك زر إشارة مرجعية. عندما نضغط على إشارة مرجعية تظهر لدينا الشرائح الموجودة في العرض التقديمي الآخر. نقوم باختيار الشريحة التي نريدها. إذا كنا نريد العرض كله
لا نضغط على إشارة مرجعية. تقوم كأن لدينا حقيبتين مربوطات مربوطين ببعض بدون أن نضطر جمع الحقيبتين في حقيبة واحدة. عند الضغط على زر معين في الحقيبة في الشريحة أقصد يظهر لدينا عرض تقديمي آخر. طيب الآن أستأذنكم، وصلت إلى الشريحة الأخيرة الحقيبة الثانية، لدينا تقريبا 14 شريحة أخرى.